طبعا دي اكيد مناسبه يعني كلنا بنعتز بيها، مش بس كمجلس اداره النادي الاهلي، ده احنا يعني كل القطاعات المشاركه في النادي الاهلي كمجلس اداره ككل العاملين في النادي، طبعا جميع اعضاء وجماهير النادي الاهلي مناسبه احنا كلنا بنعتز بيها. يعني لما بيبقى يكون في شخص مثلا عندك عزيز في حياتك، في اهلك، في اصدقائك، بيجي دايما مناسبه عيد ميلاده، دي بتبقى حاجه بالنسبه لك يعني مختلفه وبحب ان انت تحتفل بيه. فبالك بقى طبعا بالنادي الاهلي المؤسسه والكيان الكبير اللي كلنا بنعتز بيه، فاكيد مناسبه احنا كلنا بنفخر بيها. يعني اللي بيميز النادي الاهلي فعلا، يعني احنا مش بنقول كده عشان احنا بنحب النادي او اهلاويه، بس اللي بيميز النادي الاهلي وكل الناس عارفه ده، هو فعلا زي ما انت قلت مبادئه، تاريخه، نجاحاته، واللي هي مستمره الحمد لله، بدات من 111 سنه وفيها استمراريه. النادي الاهلي مثلا ما جالوش فتره، يعني في انديه كبيره وعريقه بس ليها فترات، يعني مثلا تلاقي فيها فتره كانت لمعه فيها في وقت معين، اتكلم عن مستوى العالم كله يعني. بس النادي الاهلي يعني ما شاء الله والحمد لله، لا هو ماشي بخطوات ثابته على مدار تاريخه في 110 سنه، مش بس برضه بطولات ونجاحات، لا يعني مواقف كتير فيها تجسيد لمبادئ حقيقيه اتعلمناها من النادي الاهلي، وده هيستمر ان شاء الله الفتره الجايه كمان.